نبدأ الآن بـ second objective present continuous negative and questions، يعني المضارع المستمر بالنفي والأسئلة. Questions، نبدأ بالأسئلة. خلونا نقرأ مع بعض. What are you doing here in Aleppo, Sarah؟ ماذا تفعلين هنا في حلب يا سارة؟ شوفوا، إجا هون عندنا الـ WH question، كلمة الـ WH question. بعد هون إجا عندنا هذا الفعل المساعد اللي هو are، لأنه مناسب لـ you، صح؟ بعد إجا هون عندنا الفعل do اللي هو يفعل، بس مع الـ ing، صارت ماذا تفعلين هنا في حلب يا سارة؟ الجواب I'm studying. شوف كيف الجواب I'm studying، يعني I am. كمان هون حطينا فعل مساعد وبعدين حطينا study اللي هو الدراسة وبعده ing، تمام؟ لحتى تصير أنا عم بدرس. شوفوا كيف، تتذكروا لما حكيت لكم عن معادلة المساواة والموازنة؟ هون في عنا فعل مساعد، هون في عنا فعل مساعد مناسب، طبعا هذا مناسب لليو، هذا مناسب للاي. طيب هون في عنا كمان فعل ing، هون كمان في عنا فعل ing، تمام؟ إذن الجمل مناسبة لبعضها، الجواب مناسب للسؤال. شوفوا هذا السؤال، What's she doing in Egypt؟ يعني What is she doing in Egypt؟ ماذا هي تفعل في Egypt، في مصر؟ شوفوا الجواب She's working. شوفوا she، حطينا she، هي بنجاوب بشي. طيب بعد الشي شو بيلبق لها هاي فعل مساعد؟ is. حطينا she is working، هي تعمل، يعني هي عم تشتغل. work يعمل، ضفنا للاي ان جي صارت working. لاحظنا كيف كمان هون عنا هون doing وعنا هون فعل مساعد what is she doing. هاي is مناسبة لأدينا الشي، صح؟ أما هون كان are، ليش are؟ لأنه كان في you، تمام؟ لاحظتوا كيف إنه نفس الشي تقريبا؟ قديش بيشبه المواضيع اللي حكينا عنها ببداية التأسيس؟ قد ايه بيشبه؟ حاسين بعملية البناء اللي عم نعملها؟ تمام، وهو المطلوب، بدي اياكم انه انتم تكونوا يعني عم تبنوا المعلومة شوي شوي. نشوف هون مع بعض، Are we learning Chinese؟ هل نحن عم نتعلم لغة Chinese يعني صيني؟ Are we learning؟ شوفوا are we learning، هذا السؤال اللي هو شو yes or no question. شوفوا no we aren't، no الجواب no، we aren't are لأنه بتزبط مع الوي، صح؟ شوفوا هون السؤال are we learning، كمان الوي بزبط معها الار، شوفوا هون ing، بس الجواب طبعا هون بال yes or no question، بس بنجاوب بشو بالفعل المساعد اللي سألنا فيه، مثل ما كنا نسأل مثلا do you love me؟ Yes I do، صح؟ لما كنا نبلش السؤال بالدو كنا نجاوب بالدو، هلا طبعا نجاوب، نبلش السؤال بالار نجاوب بالار عادي، تمام؟ إذا no we aren't، we are learning English، نحن يعني بعد ما نفى الجملة قالوا كلا نحن ما عم نتعلم هاي اللغة، we are learning English. شوفوا are learning نفس الشيء، on are learning English، نحن عم نتعلم لغة إنجليزية، تمام؟ تعالوا نشوف هلا مع بعض هدول short answers. Are you staying in a hotel? Are you staying in a hotel؟ يعني هل أنت راح تبقى بأوتيل؟ No I'm not. شو في جواب؟ No I'm not. I'm staying with my friends. أنا راح أبقى مع أصدقائي. شوفوا هون أيضا هذا السؤال. Are you eating chocolate؟ هل أنت عم تاكل شوكولات؟ يعني شوكولا؟ هل أنت عم تاكل شوكولا؟ الجواب yes I am. إذا يا أما رح يكون الجواب no يا أما رح يكون الجواب yes. طبعا بنحط الفاعل، بعد هذا الفاعل بيجي بكل بساطة فعل مساعد مناسب له. في حال كان الجواب no فرح يجي وراء هذا الفعل المساعد شو؟ not. وفي حال كان الجواب yes فرح يجي وراء فعل يعني verb to be عادي بدون النات. واضح لهون؟ شايفين كيف النيجاتيف؟ I'm not staying in a hotel. أنا لن أبقى في الأوتيل. He isn't working. اللي هي إجا وراها is. شوف كيف إجا هون not بعد ال is. أيضا هون في عنا we aren't having breakfast. شايفين كيف؟ إذا we aren't having breakfast.
يلا نشوف مع بعض هذا الاسسمنت كويستشن، ايضا نحل مع بعض. يلا نشوف مين بده يساعدني بحل هذا السؤال. تفضلي يا مريم، take the correct sentence، يعني ضعي شارط صح على الجمله الصحيحه. انا رح اقرا لك وانت تقولي لي ايوه هي الصح، وانت وتقولي لي السبب بانك اخترتيها. شوفي، I'm wear a blue a blue shirt today or I'm wearing a blue shirt today. Which one؟ الأولى خطأ لأنه ما في ing على الوير. أحسنتي. إذا الثانية هي الصح، I'm wearing، هون في عندنا الـ am وهون في عندنا الـ ing. Very good. يلا كملي. Where are you going or where are you going؟ الأولى الصح، why؟ الثانية غلط لأنه ما في r. أحسنتي. طيب 3، عمر no working this week. عمر isn't working this week أو is not working this week. الثاني صح، الأولى غلط لأن ما في إز في الأولى. Very good. وما بننفي بهالطريقة، ما بنقول no، نقول isn't، بنقول aren't، بنقول I'm not، صح؟ نعم. طيب 4، That's Omar over there. He talks to the teacher. That's Omar over there. He's talking to the teacher. الثاني الصح، الأولى الغلط لأنه الثاني فيها اي اي ان جي. طيب ليش يعني ليش بدك تختاري اللي فيها اي ان جي؟ He talks to the teacher. مو present continuous اللي فيها اي ان جي. تمام. الأولى ما فيها اي ان جي. تمام، بس نحن أنا ماني عم بقول لك اختاري جملة الـ present continuous، أنا عم بقول لك اختاري الجملة الصحيحة. يعني هلا كل اللي نحن ما اخترناهم فوق مو لأنه ما present continuous، نحن ما اخترناهم لأنه هن غلط ناقصين شيء يعني. تمام، فأنا عم بقول لك الجملة الأولى هل هي جملة صحيحة ولا خاطئة؟ He talks to the teacher، هاي الجملة صحيحة ولا خاطئة؟ طيب هاي نحن مو قلنا عادي يعني he talks الفعل بنضيف له اس إذا كان في عندنا هي، صح ولا لا؟ صح صح يس انسي، هاي present simple هاي. تمام، يعني عليكي اذا هاي الجمله present simple، هاي الجمله present continuous، اثنيناتهم صحيحات ما في اي شيء. ولكن انا سؤالي بدي اختار الاولى ولا الثانيه، اي وحده هي الصحيحه؟ وذلك لا الاولى. لحظه، وذلك بالاعتماد على هون في عندنا كلمه over there. شو over يعني there؟ صح. شوفوا كيف ذاتس عمر، هذا عمر، ذاتس عمر او عفوا هذاك عمر، over there هنيك عمر. شو عم يعمل عمر؟ عم يحكي مع الاستاذ. هل رح اختار انا he's talking، هو عم يحكي الان مع الاستاذ، ولا رح اقول he talks to the teacher، هو يتحدث كل يوم؟ وين التكرار في الموضوع؟ بصير انا اختار هاي؟ هي ما بصير، هي ما هي حقيقه، انا عم بحكي على هلا فعل هلا عم بيصير، معناته انا لازم اختار شو؟ he's talking، صح؟ اختار الجمله الثانيه لانه هي الصحيحه بالمعنى، مو دائما بتنقش معنى انه يكون في شيء ناقص من القاعده. تمام، شكرا يا مريم. عبد الستار. تمام يا صبايا، واضح لهون؟ اذا نحن اخترنا الثانية لأنه هو هنيك يتحدث مع المعلم، شايفته أنا عم أشر عليه ذاتس، تذكروا لما كمان تعلمنا ذس وذات، مو قلنا ذات للبعيد، تذكروا؟ إذا ذات للبعيد أنا عم أشر عليه، هو هنيك وعم يتحدث، تمام؟ وده فعل التحدث يعني عم يتحدث، ما في واحد والله بضل هذا فعل التحدث، مو مثلا والله مثل فعل العيش يعني I live in Syria، أنا بعيش بسوريا، هذا بختار له present simple. بس هذا فعل التحدث I'm talking، يعني هذا بتحدث أنا وبسكت بالأخير، صح؟ ما رح يستمر يعني كثير.